مبكرا يستعد أهالي منطقة الأعظمية لاستقبال زوار الإمام موسى الكاظم بنصب عدد من مواكب العزاء. 6 مواكب مركزية ومثل هذا العدد فرعية هي ما خرج به أهالي منطقة الأعظمية لخدمة الزائرين المتوجهين صوب الكاظمية عبر مدينتهم. هذا الموكب عبارة عن يعني أشخاص مجموعين، إحنا من أهالي الأعظمية أكثر شيء، أنا من الشعب، الوليد من القريعات، حتى النساء تجي تشارك، تطبق بالسيارة هنا تجيب لنا مواد يابا هاي شاركوا في سبيل يعني دعانا موسى بن جعفر، وهذه هواي يعني ناس يجون يتبرعون الموكب. انا هذا اعتبر هذا الموكب عباره عن عراق مصغر يجمع كل الاطياف من الشيعه ومن السنه من الاكراد ومن المسيح، وهاي كل سنه ان شاء الله طلقه بعيون الارهاب، كل سنه انه المواكب من الشوفه الاعظميه ناس من ترتاح نفسيا ايام تنصب. الاعظميه وابو سيفين واهالي راغبه خاتون هي اسماء هذه المواكب التي استعدت بشكل مختلف هذا العام لاستقبال الزوار. ويتحدث القائمون عليها عن تبرعات تقدم بشكل يومي من أهالي الأعظمية لهم لإدامة الخدمة طيلة فترة الزيارة. احنا هاي الخدمة احنا ما اقول لك، انا جدي ابا عن جدي، احنا خدام الحسين وفضل الولد من أهل العظمية ومن القريعات، والحمد لله والشكر قائمين بالواجب الخدمة الزوار وخدمة موسى بن جعفر. ناسنا واهلنا هم بنفس الوقت وما قصروا في المناسبة، وكانوا يمكن اهل للضيافة بنفس الموضوع. ويهدف القائمون على هذه المواكب التي تعد الاكبر من بين المواكب الاخرى الى زرع الروح الوطنية ونبذ الطائفية، لا سيما وان الخدمة تقدم بشكل مشترك بين اهالي الاعظمية وشباب من مناطق الشعب وحيئور والقرعات. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.